بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. هذا مقطع من مقاطع زيارة عاشوراء، وهذه الزيارة هي حديث قدسي. الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يرويها عن الله سبحانه وتعالى، وهي من أجل الزيارات وأعظمها بركة ونفعا واهتماما من قبل أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والفقهاء والعلماء والمؤمنين، لأن هذه الزيارة المباركة تتضمن أساس الدين من التوحيد والعادل والنبوة والإمامة، وخاصة جانب البراءة والولاية، لأنه الدين اعتقاد وحب وعمل، حب الله وحب رسوله وحب أوليائه، ومركزه القلب. الحب مركزه القلب. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني إظهار المحبة. والاعتقاد ومركزه العقل، الاعتقاد بالله ورسله وما جاء به الرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، الإيمان بهم. وهناك أعمال بالجوارح من صلاة وصيام وزيارة وما إلى ذلك. فالدين اعتقاد وحب وعمل، وهذه الزيارة المباركة تركز على هذه الجوانب، وخاصة ما يتعلق بالمودة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام والبراءة من أعدائهم. وهذه الزيارة من حيث السند، من حيث الدلالة، من حيث المضمون، كلها متطابقة مع القرآن الكريم ومع الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرة الأئمة المعصومين. طبعا الشيء الذي جرى بالنسبة للقرآن الكريم من تشكيكات، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وأيضا روايات موضوعة مثل ما رواه مسلم فيما يسمى بالصحيح بأن بعض آيات القرآن هذه كانت مكتوبة في جلدة، فحين وفاة الرسول، هاي الرواية يرويها عن عائشة، انشغلوا بوفاة الرسول فجاء داجن ما أدري عنزة خروف طير فأكل هذه الجلدة وضاعت هذه الآيات مثلا.
هذه التشكيكات اللي بالنسبة للقرآن سواء من المشركين أو من بعض المسلمين، نفس هذه التشكيكات أيضا بالنسبة إلى الصحيح من سنة الرسول صلى الله عليه وآله والصحيح من سنة الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام موجود، بين من يقول أنها مختلقة، بين من يقول أنها مزورة، بين من يقول أن فيها زيادة أو نقيصة، ولا علينا بهذا الكلام. كما نحن تجاوزنا هذا الكلام ولا نأبه به بالنسبة إلى القرآن الكريم، ونعتقد بأنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كذلك بالنسبة إلى الصحيح من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين أيضا لا نأبه بالقيل والقال. على كل حال، هذه كمقدمة بالنسبة إلى هذا المقطع الذي قرأته من زيارة عاشوراء. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. البحث الأول بالنسبة إلى كلمة الوجيه، شنو هي الوجاهة؟ الوجاهة مقبولية لدى المجتمع أو المقبولية لدى مجموعة من الناس، بحيث أن هذا الشخص كلامه مسموع، محترم، ينظر إليه بعين الإكبار والإجلال. هذه الوجاهة قد تكون وجاهة مادية، الوجاهة المادية زائلة، واحد عنده فلوس لأنه ثري يحترم لماله، إذا في يوم من الأيام فقد هذه الأموال، زين، أفلس، دخل في السجن لأجل إفلاسه أو لديون الناس في ذمته، فهذا الإنسان تسقط وجاهته. إذا واحد وجاهته لأجل منصب، وزير، رئيس، وكيل، ما أدري أي شيء من هالقبيل، في اليوم الذي يعزل أو تغضب عليه السلطة تسقط هذه الوجاهة. بنو أمية كانت لهم وجاهة دنيوية كبيرة جدا أيام سلطانهم وحكومتهم، لأن كل شيء بيدهم، الأموال بيدهم، الأعراض بيدهم، المناصب بيدهم، كل شيء بيدهم. كانت لهم وجاهة يقصدهم الشعراء والكبار والصغار وما إلى ذلك، لكنها كانت وجاهة مادية مبتنية على منصب، على سلطة، على سلاح، على فلوس، على هالأمور المادية. فلما زالت هذه الأمور المادية زالت الوجاهة. هذا قسم من الوجاهة، هذه الوجاهة لا قيمة لها إلا إذا الإنسان استفاد منها لخدمة الناس وخدمة الدين. الصنف الثاني الوجاهة الإلهية، اللهم اجعلني عندك، عندك وجيها بالحسين، يعني وجاهة إلهية تكون. هذه الوجاهة الإلهية لا تزول وتستمر وتبقى. إذا فد إنسان والعياذ بالله أمه متهمة، هذا الإنسان عنده وجاهة لدى المجتمع أو يعير بأمه؟ ما إلا وجاهة، حتى إذا كانت هذه التهمة ظالمة وكاذبة. لكن نشاهد عيسى عليه الصلاة والسلام أوجه إنسان خلقه الله على هذه الكرة الأرضية، مع أن اليهود اتهموا وقولهم على مريم بهتانا عظيما. الله عز وجل في آية من القرآن يقول الملائكة تبشر مريم، زين، بكلمة منه، يعني الله عز وجل يرزقك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. الآن احنا عندنا شخصية على وجه الأرض أكثر وجاهة دنيوية من عيسى عليه الصلاة والسلام؟ لا،
ليش؟ لأنه أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية يعتقدون بعيسى. النصارى كلهم يعتقدون بعيسى بدرجة الغلو، حتى المسلمون يعتقدون بعيسى عليه الصلاة والسلام باعتباره من أنبياء أولي العزم، وكثير من غير المسلمين وغير النصارى أيضا يعتقدون بعيسى. بس إذا ما يعتقدونهم بنبوته، يعتقدون بأنه كان رجلا عظيما، رجل أمه متهمة، لكن هذه الوجاهة لأنها وجاهة إلهية، زين؟ هذه الوجاهة وجيها في الدنيا والآخرة. الوجاهة الإلهية هذه الوجاهة التي لا تزول، لأن من شاءها الله عز وجل. إذا وجاهة من شاءها المال، من شاءها المال، المال يزول، فالوجاهة تزول. إذا من شاء المنصب، المنصب يزول، الوجاهة تزول. لكن إذا من شاء هذه الوجاهة الله عز وجل، الله يزول؟ لا، الله عز وجل لا يزول، فهذه الوجاهة أيضا لا تزول في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل لي عندك وجيها بالحسين في الدنيا والآخرة. لا نطلب من الله عز وجل أن يجعل لنا وجاهة دنيوية مادية عندك. حتى بالنسبة إلى آسيا بنت مزاحم سلام الله عليها، في الآية الشريفة شنو تقول؟ تقول رب ابن لي عندك بيتا، عندك بيتا في الجنة. هي ما كانت تحتاج إلى بيت، تعيش في قصور، مو مهم عندها أنها يكون بيت قاصر، لا، عندك بيتا. هاي العندية هي المهمة، مو أنه يكون بيت فيه زخرف وكذا وقصور وما إلى ذلك. حتى أهل الجنة الله عز وجل ينعمهم بمختلف النعم، لكن الآية شنو تقول؟ تقول ورضوان من الله أكبر. يمكن واحد يعيش في قصر لكن نفسيا تعبان، تعيس. أكو بعض الناس اللي يعيشون في قصور، زين، بعض الملوك، أقرباء الملوك والرؤساء وكذا، تشوفه مريض نفسيا، يعيش كآبة، صحيح عايش في قصر لكن لا يشعر بالسعادة. الأمور المادية مو مهمة، المهم ورضوان من الله أكبر. صحيح منعم، لكن هذه النعمة الأكبر منها الرضا، الله عز وجل راض عنه، عن هذا المؤمن. فلما يحس أن الله عز وجل راضي عنه، حتى تنعمه بالنعم المادية يكون أكثر. فإحنا ينبغي علينا أن نطلب من الله عز وجل الوجاهة عندك بسبب أهل البيت بالحسين. هذا النقطة الثانية، أنه الوجاهة الأخروية الإلهية التي تجعل الإنسان وجيها هم في الدنيا هم في الآخرة، هذا بسبب بالحسين، بسبب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ومنهم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وجيها بالحسين. لماذا؟ لأن الله عز وجل أراد الوصول إليه عبر وسائط. سمع علينا بكلام الوهابيين، احنا علينا بما يقوله الله سبحانه وتعالى. القرآن يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ما قال أنه ذول مباشرة يروحون يدعون الله عز وجل، قال ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، يستغفرون الله، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. كلكم إن شاء الله زائرين قبر الرسول صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة، هناك في قسم اللي الرجال يروحون، والنساء يمكن بالصور يشوفون أو بالأفلام المصورة، 3 شبابيك موجودة،
ثلاث آيات قرآنية مكتوبة من زمان العثمانيين، آية طرف الأيسر وآية في الطرف الأيمن وآية في الوسط اللي يقع قبر الرسول صلى الله عليه وآله. إذا تلاحظون تشوفون خط الآيتين مع خط الآية اللي في الوسط يختلف. ليش؟ لأن إذا تشوف الصور القديمة كان مكتوب على الوسط الشباك الأوسط هذه الآية: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ذو الوهابين شافوا ما يصير الناس يجون والاستغاثة بالرسول أو طلب الاستغفار من هذا الشرك باعتبار أن الرسول حسب اعتقادهم ميت ولا ينفع ولا يضر، وعصى محمد بن عبد الوهاب أنفع من جسد رسول الله حسب ما يدعون. فهاي الآية هم شالوها، مغيرين آية غير آية مخلين. إذا تلاحظون الآن دققوا تشوفون الصور الخط يختلف، والصور القديمة إذا تشوفوها تشوفون هاي الآية موجودة. الله عز وجل يريد هالشكل. أولئك الذين يدعون، كانوا يدعون الملائكة وغير الملائكة. الله عز وجل يقول لا تدعون الملائكة. ليش؟ لأن ذول الملائكة أولئك الذين يدعون هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. نفس هؤلاء الملائكة يدورون على وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، يشوفون يا وسيلة أقرب هم آل البيت عليهم الصلاة والسلام ورسول الله، زين يجعلونهم وسيلة إلى الله عز وجل. هؤلاء العباد المكرمون هم يدورون على وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أيهم هذا هم ضمير ذوي العقول، مو أيها حتى واحد يقول هذه الوسيلة مثل صلاة أو صوم أو ما إلى ذلك. أيهم أقرب. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه الصلاة والسلام، عليه السلام في الدنيا والآخرة. احنا هم يجب علينا أن نطلب الوجاهة عند الله الدنيوية والأخروية بالإمام الحسين وبأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وكما ذكرنا هذا مودة وحب اللي مركز القلب، نودهم ونحبهم بقلبنا ونعتقد بهم بعقولنا ونتبعهم بجوارحنا. إذا واحد يقول أنا أحب لكن عمله عمل غير صحيح، يقول أحب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لكن عمله عمل يزيد عمل عمر بن سعد، هذا يتبين أنه حبه كان كاذبا. والاعتقاد، وهذا جدا مهم، لأن الإنسان عمل عن غير اعتقاد غير مقبول عند الله عز وجل. أكو بعض الناس يتكلمون كلام يعني بعض الشبهات اللي تثار في أذهانهم، يقولون فلان واحد من الخلفاء وش قد فتوحات، بلدان فتحت ودخل الناس عبر هذه الفتوحات إلى الإسلام، وهكذا خدمات وكذا 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 وكذا. زين، جواب على ذلك كلمة بسيطة مختصرة: إذا واحد بدون وضوء وقف أمام القبلة من أول الليل إلى طلوع الفجر صلاة واحدة بركوعها وسجودها، زين 10 ساعات هذه الصلاة طولت، صلاة صحيحة لو باطلة؟ ليش باطلة؟ هل قد ركوع طويل مليون مرة قال سبحان الله وسجود طويل وما أدري كذا، ليش صلاة باطلة؟ لأن الله عز وجل قال شرط هذه الصلاة الوضوء. أنت عندك وضوء صلاتك صحيحة حتى لو طولت دقيقة واحدة إذا حفظت شرائطها وأركانها، وإذا ما عندك وضوء هذه الصلاة باطلة حتى إذا طولت 10 ساعات. احنا ليش هاي الروايات تقول انه لو اذا فد عابد بين الركن والمقام عبد الله عز وجل كذا 1000 سنة حتى صار كالشن البالي القربة اللي تتيبس، هكذا صار ثم جاء بدون ولاية امير المؤمنين صلاة هذه عبادة مو مقبولة؟ ليش؟ لانه الله عز وجل قال شرط القبول هذا الشرط، اذا هذا الشرط موجود فبها ونعمت، اذا ما موجود مو مقبول. افرض مثال انت أو أي واحد آخر يريد يبني بيت، جاب خريطة خاصة وأعطى هذه الخريطة للمهندس وقال له يا أيها المهندس
البناء، أريد لك تبني المقاول، أريد لك تبني هذه البيت، هذا الدار، هذه الدار وهذا البيت على هذه الهندسة الخاصة. زين، هسه هذا اجى بنى البيت بطريقة أخرى وزخرف البيت زخرفة مفصلة، لكن مو بالطريقة اللي كان يريدها صاحب البيت، ومن اليوم الأول هم قايل له هذا يستحق أجر. لا ما يستحق أجر، مو فقط ما يستحق أجر، بل إذا صاحب البناء قال أنا هذا الطابوق وهذا البناء وهاي الزخرفة ما أريدها، لازم يدفع فلوس حتى يزيل هذه الجدران اللي بناه. ليش؟ يقول أنا تعبت، هل قد جبت مواد وفلوس وما أدري طابوق وسمنت وعمال وما إلى ذلك. يقال له من اليوم الأول قلنا لك أنه حسب هذه الخريطة، أنت ما عملت حسب هذه الخريطة، كل عملك يذهب هباء منثورا. لذا الآية تقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإحنا المفروض علينا أنه قلبنا وعقلنا وعملنا يكون تابعا لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام عليهم الصلاة والسلام. حتى إذا عمل قليل عن عقيدة صحيحة وحب صادق، الله عز وجل يتقبل هذا العمل. مع عمل كثير، الله عز وجل إذا كان بدون اعتقاد صحيح، بدون محبة لأولياء الله وبراءة من أعداء الله، عمل ما يكون مقبول. إذا هذا حقيقة يؤمن بالله والرسول، لا يواد من حاد الله ورسوله، ما يقول كافر، لا، من حاد الله ورسوله. إذا فد واحد حاد الله ورسوله ولو كان بلسانه يقول أنا مؤمن، ولو تبوأ منصب خلافة، ولو كثير من الناس يعتقدوا من أرقى الناس إيمانا ودينا وعملا وزهدا وفتوحاتا وما إلى ذلك، ما دام حاد الله ورسوله، ما دام حاد الرسول، قال أن الرسول لا يهجر والعياذ بالله يعني يهذي، زين، ما دام حاد الرسول، الذي يؤمن بالله ورسوله لا يواد هذا الشخص، لا يحبه ولا يظهر حبه له. حس البهرجة والهوسة والكلام وما إلى ذلك، هذا عند الله عز وجل لا يسوى فلسان. ولا بني أمية 80 سنة على المنابر، 70,000 منبر يلعنون أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، والناس كانوا يتبعونهم في هذا الأمر. زين، هل هذا نقص شيء من أمير المؤمنين؟ لا. هل زاد شيء في بني أمية؟ لا، بل نقص منهم. زين، فما دام احنا عرفنا ان الوجاهة في الدنيا والآخرة، الوجاهة عند الله هي بالحسين عليه الصلاة والسلام وبأهل البيت وبرسول الله صلى الله عليه وآله، لازم نروح وراء أسباب هذا الأمر ولا نهتم بالقيل والقال. خلي يحجون، مو مهم. أكفد رواية جدا عجيبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولولا أنها رواية عن الرسول موجودة في المجلد 101 من بحار الأنوار، يرويها الشيخ عن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. الرسول يأمر بزيارة القبور، قبور الأئمة عليهم الصلاة والسلام، يقول هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن حثالة من الناس الحثالة عندما شايفين جريان ماء على هذا الماء، عندما يجري تجي زبالة، بعض الأمور اللي خفيفة الوزن تطفو على سطح الماء، هذا يسموه حثالة، ما لها أي قيمة لا مادية ولا معنوية ولا أي شيء. ولكن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار قبوركم كما تعير الزانية بزناها، أولئك، هذا كلام رسول الله، أولئك شرار أمتي لا أنا لهم الله شفاعتي.
زين بالفعل يعني اللي تشوفون هذا الأمر يعني أنتوا أكثر من عندنا تشوفون هذا الأمر زين. المهم أن الإنسان يشوف رضا الله عز وجل في أي جانب يروح وراء رضا الله، وإلا هؤلاء الحثالة من الناس كم يوم يحكمون ثم يذهبون إلى مزبلة التاريخ وإلى لعنة الناس وإلى لعنة الله سبحانه وتعالى، كما أن بني أمية وبني العباس وبني عثمان وأمثالهم حكموا فترة وجاه دنيوية كان عندهم سلطة ونكلوا وفعلوا وفعلوا أسوأ مما يفعل هؤلاء الآن. أنا أذكر لبعض شيعة العراق وتسمعون ما يجري عليهم، أقول لهم الشيء اللي الآن يجري عليكم عشر معشار ما كان يجري على الشيعة في زمان بني أمية وفي زمان بني العباس يعني بعض فتراته وفي زمان بني العثمان في بعض الفترات. هذا الشيء اللي يجري عليكم. أين ذهبوا ذولا؟ كلهم راحوا وانتهوا إلى لعنة الله ولعنة الناس أجمعين. أما أهل البيت ومن اتبعهم هاي وجاهة إلهية. أنتم تشوفون الآن أي حاكم عندما تنتهي فترة سلطته وفترة حكمه أبناءه يخفون أنسابهم. أنتم شايفين فد واحد يقول أنا جدي معاوية؟ لا. شايفين واحد يقول جدي يزيد؟ لا. شايفين واحد يقول جدي مروان؟ لا، مع أنه موجودين موجودين الآن يعني من ذريتهم موجودين، وكثير منهم يدرون أنهم هم من ذرية ذولاك بس ما يقولون. وإذا ذكر فإنما يذكر كمنقص لنفسه. فد واحد شفته في مشهد هو رجل خطيب أيضا حسيني، فذكر إلي بشكل خاص، رجل مؤمن هو، ذكر قال إحنا طائفة يسكنون في أطراف مشهد، جدنا مروان بن الحكم لعنة الله عليه الشكل زين بشكل خاص يعني يذكر. أما الآن اللي ينتسبون إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يفتخرون بهذا النسب، والناس أيضا يفتخرون بهم. حتى إذا فد واحد يطلع مثل عبد الله بن جبرين ويشكك في نسب كل السادة بعد ذلك يضطر أن يتراجع. لأول مرة إحنا نشوف واحد يسمى عالم وهابي يتراجع عن كلامه. أضرحتهم في كل مكان، حتى الآن يشوفون بعض الأضرحة موجودة منتشرة في هذه المناطق في إيران في العراق في أماكن أخرى في باكستان في الهند في تركيا، بين هذا الشخص وبين رسول الله، بين هذا الشخص وبين الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وسائط كثيرة. هذا عبد العظيم الحسني رضوان الله تعالى عليه اللي مدفون في جنوب طهران، إن شاء الله تزوروه أيضا لأن زيارته في حديث تعدل زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، مو في حديث بل في أحاديث كثيرة. زين هذا عبد العظيم بينه وبين الإمام الحسن أربعة وسائط، وأكو بعض ذولا اللي معروفين هنا يسموهم إمام زادة من أبناء الأئمة بينه وبين الرسول أو الإمام أمير المؤمنين أو الإمام الكاظم 20 واسطة، ولكن هذه وجاهة إلهية. على كل حال إحنا علينا أن نطلب هذه الوجاهة الإلهية. زين شو نسوي؟ أولا إحنا نحاول أنه كل أعمالنا نطبقها على ما كان يقوله الرسول وآل البيت عليهم الصلاة والسلام، وأن نحاول أن نروج لكلامهم لأسلوبهم، وأن نربي أبناءنا على ذلك. يعني إذا واحد السيد الأخ كان يقول إذا واحد يقدر ابنه يصير رادود يصير خطيب يصير خطيبة ملاية حسب تعبيرنا، ما أدري شنو تعبرون عنه أنتو، زين يصير كاتب متكلم في أي مجال من المجالات، نربيه على أن يكون خادما لأهل البيت عليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام، خادما للإمام الحسين، هو هم يكون في عمله أو هي في عملها زين، لكن يكون ضمن أولوياته أن يكون خادما لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. إذا من الأول نربيهم، طبعا الطفل يتعلم إيش ما علمه أبواه، خطيب باللسان متكلم بالقلم يصير قارئ
كاتب في هذا في أي مجال، يكون خادم في حسينية يخدم زوار الإمام الحسين عليهم الصلاة والسلام، إذا هذه الحالة إحنا عممناها في أبنائنا في الصغار في الكبار، ونحن أيضا نحاول أن نكون خدما للإمام الحسين ولأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، مو فقط باللسان بل بالعمل. فد واحد بعض العلماء الكبار كان يقيم مجلس عزاء الإمام الحسين في بيته، فهو يقف عند الباب، فعندما الناس يدخلون كان هو مع أنه مرجع تقليد زين كان يصفط الأحذية، أحذية يقولون سيدنا مو مناسب كذا، أنت مرجع تقليد، يقول لا ذول المشاركين في عزاء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وأني بهذا العمل أريد أبين أنه أني خادم للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. هسه بعلمه كان يخدم الإمام الحسين بلسانه بإرسال المبلغين بكل شيء يخدم هذا الدين، ولكن أيضا بهذا الأسلوب حتى يعلم الآخرين أيضا أنه لا يستنكف عن خدمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الآية الشريفة شنو تقول؟ تقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. واحد يكون عبد لله هذا فخر، ما بيستنكاف. واحد يكون خادم لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أيضا هذا فخر. فالمقصود أن الإنسان هو يكون خادم لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام في أي مجال من المجالات، ولا يستنكف عن ذلك، ويربي أبناءه وأحفاده ومن يتعلقون به بأن يكونوا خدما للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل لي عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. الدنيا خب هذا اللي بيناه، وفي الآخرة هم، ولكن سفينة الحسين أسرع. وفي الختام نذكر هذه القضية ولو هي رؤية، وأنا عادة لا أذكر رؤية لأن الرؤية على كل حال شرعا ما لها حجية، ولكن كثير من الأحيان الرؤية تقرب رواية إلى الفهم، لأن بعض الأحيان الإنسان رواية يسمعها لكن لا يفهمها، يسمع كلام لكن لا يستوعبه، مثال قصة رؤية كذا تقرب تلك الرواية أو الآية إلى الذهن. إحنا من هذا الباب بعض الأحيان إذا نذكر رؤية من باب تقريب الرواية أو الآية إلى الذهن. الرواية تقول ولكن سفينة الحسين أسرع، تقريبا نذكر هذه القضية. السيد عبد الهادي الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، وهو من كبار العلماء في النجف الأشرف، كان ابن عم جدنا رحمة الله تعالى عليه، فهذا في يوم من الأيام جمع عائلته في البيت وجاب كتاب وبدأ يقرأ عليهم مصيبة الإمام الحسين. هو ما كان خطيب، هو مرجع تقليد، واستمر على هذا المنهج إلى وفاته. كل يوم أو كل فترة أخرى ظاهرا كل يوم كان يجمعهم نساء والأطفال الأولاد من حضر في الدار، كم كلمة يقرأ مصيبة الإمام الحسين عليه السلام. فأول مرة عندما بدأ سألوه شنو القضية سيدنا، فذكر قال أني رأيت في الرؤيا أن في يوم القيامة في يوم المحشر وهناك صفان للحساب، صف واقفين به الفقهاء، واللي حاسبهم الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وصف آخر واقفين به خدمة الإمام الحسين عليه السلام، الطباخ والشايشي والقاري وما إلى ذلك، واللي حاسبهم الإمام الحسين. يقول لاحظت أن الصف اللي إحنا واقفين به صف الفقهاء هذا ببطء يمشي. ليش؟ لأنه الإمام الصادق واحد واحد يقول له أنت هذا الخمس وين صرفته زين، وهاي الفتوى شنو كان استنادك في إفتائها، واحد واحد كل جزئي من الجزئيات دي حاسبه. يقول الصف الثاني شفت الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام
واقف، اي واحد يجي يشوف الورقه، ورقه اعماله بس، فد رؤيه سريعه يقول له تفضل تفضل تفضل، يقول ذاك الصف الثاني بسرعه عشان يمشي. فيقول اني انيس عبد الهادي شيرازي انفصلت من صف الفقهاء ورحت في صف الحسينيين. يقول الصف بسرعه 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 مشى الى ان وصل دوري. يقول الامام الحسين قال لي لا انت هناك لك السر لازم تروح. يقول فلما قمت من الرؤيا قلت انه اني اكتب نفسي ايضا في ضمن خدمة الامام الحسين، ولكن سفينة الحسين اسرع. هاي رواية، وهذه الرؤيا لتقريب هذه الرواية الى الذهن. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم وجهاء بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل أعمالكم وزياراتكم، ولا تنسون من صالح الدعاء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها